أن يرفع الراية مبكرا وألا يتقدم. فوزير هو من يقود هذا المشروع لتصل إلى بركاوي، عرضية لكن والبقية وصل كرة باتجاه روما. التحولات مباراة اليوم، تغيير اتجاه اللعب بصورة جميلة. الله على التحول، الله على التحول. الواجبات الدفاعية اللي يعود معها أيضا ويظهر مد الجزاني، الجزاني عرضها، الله جيدا. إياك يا اتحادي محترفين. هذه المواجهة الخامسة، وهل تعمل من محمد فوزير، تحضير بالرأس وصلت إلى الجهة اليسرى، لعب على لاعب، هنا كريم بركاوي، هنا الجوكر بيتقدم. التغطية الدفاعية وكان متواجدا أساسيا في كل ثاني. لا يعرف معها الاتحاد الخسارة، لا يعرف معها الاتحاد الخسارة. ملعب الكرة بتصل باتجاه ماتياس نورمان، خاطئة وصلت من جديد. رائد التحدي لرائد التحدي، واحد واحد عنه كل مشجع اتحاديين بلا شك. في وسط الملعب لدى مبارك، تمريره الى كريم بركاوي، بركاوي الى محمد الدوسري، نقلات ريداويه. الرائد ماتياس نورمان، التمريره الى الامام، الكره اسراء لدى حمد، عرضية خطيرة، الله. لازالت خطورتها قائمة. كانت مثالية من حمد، لم يكن متسللا على الإطلاق. طويلة إلى الأمام باتجاه فابينيو، تعود بهذا الشكل، تعود خطيرة لكريم. هذا الموسم ولأداء ونتائج هذا الموسم واستمرار لذلك، تفاريس يظهر. وما أكثر الغيابات يا عميد. الكرة وصلت، عرضية، هل تعيداوي، فوزير تقدم وانطلق واخترق وعرض، اوه بالمرمى على اللاعب كريم. فارس، البحث عن تفارس، الله. غيبوا عن لعب دور البطل، يبحثون عن فوز خارج ملعبهم. طال انتظاره. وصلت الى البركاوي، فورمه كبيره يا كريم. يعني غاب 6 شهور ورجع بعد ذلك مع احد، لكنه هو يبقى